راه ملي كنبداو ندخلوا الترقيع سي لو بيغ، راه الترقيع راه خص بنادم يتفك منه، اما هذا المدرب يمشي بحالو، اما باش غتجيب ليه السي حسناوي فهي صافيه، كيسحب بانه كاين كيظن بانه هذا المدرب راه نجح مع المنتخب البلجيكي فشل مع المنتخب الايفواري، كان كيظن بان هذا المدرب غادي ينجح معاه وغادي يصبح هو اللي ناجح في هذه الصفقه، ولكن العكس اللي وقع. ولكن اخي حسناوي فالشوره راه مزيانه بين الاخوه، راه في الدار الناس ملي كتجلس كتكون جالس باغي دير واحد الحاجه وكتجلس مع مالين الدار وتتكلم معاه وكيبينوك شي حوايج انت اللي ما كنتيش شفتي كتشوفها وكتقول بنقص، وراه هادشي خصو يكون احسن في جميع الفرق على العموم. انا كنظن بان السي حسناوي الملف ديال السي المدير البلجيكي ولا المدير التقني توا راه خصو ما حسناوي يطويو في اسرع وقت، خص هاد لاباج خصها تقلب ويبداو حسناوي. راه شوف راه الشهر راه دغيا غادي يدوز ودغيا غادي يبداو في المنافسه ديال افريقيا ودغيا كاين كاس العرش ودغيا كاين البطوله. انا كنظن بان حسناوي جا الوقت، وانا كنظن بعض اللاعبين حسناوي راه كاينين بعض اللاعبين كذلك فريق الرجاء الرياضي بلا ما تقول الاسماء ديالهم ما نجرح حتى واحد، الجمهور كيعرفهم. بارك عليهم حسناوي، الله يجعل البركه، الله يجعل البركه، الله يجعل البركه. اسمح لي راه كاين بعض اللاعبين ضيعوا على الفريق بطوله صح قدا. اسمح لي، انا كنظن الان خصني التعامل بالحزم. واش هذا الرجاء عباد الله ما فيهاش الدراري ديال المساعدين ديالها، ما فيهاش ديزاجوا، ما فيهاش مدراء تقني، راه حرمه الله منين كان هذاك حرمه الله وزيد عده لاعبين حسنا يقدروا يكونوا مدير تقني. حتى جاب واحد بلجيكي باغي يدبر على ولد بلاده، كيدبروا بالك يخدموا الانتداب تحت الطابله بيناتهم. اسمح لي، تفضل اخويا حسناوي. مصطفى شوف، على بالنسبه للقضيه ديال المدرب وهذا معطى نعطيه للجماهير الانصاف ديال فريق الرجاء الرياضي، وراه اللي اخر هذه المساله ديال فسخ العقد ديالو راه هو داك الاشكال المادي، هو داك الشرط الجزائي شحال فيه، لان غالبيه اعضاء المكتب الموسي راه الشيء راه قلنا قبل 3 ايام اجمعوا على ضروره الرحيل ديالو والتعاقد مع طاقم تقني جديد اللي يجي يعطي الاضافه ويخدم في هذا يعني في هذه المرحله ديال توقف البطوله. لكن رئيس الفريق انيس محفوظ هو اللي قال لهم نعطيوه فرصه ما فرصه. انيس الان ما بلغني المعطيات اللي عندي انه تيشوف يدير معاه شي مساعد رجاوي وتمشي الامور هكا، هذا منطق ديال ما عنده فلوس باش غادي يفك معاه داك الشرط الجزائي. هذا هو تعطيكم المعطيات الان اللي كاينه، وهذا الاحتمال ديالي تنضاف ليه شي مساعد يعني لاعب رجاوي سابق حفيظ عبد الصادق او لا فهمي مطروح النقاش، ولكن راه بعض اعضاء المكتب راه ما موافقينش على هذا المقترح. تفضل انا نكمل مصطفى، لان منهم اللي تيشوف بان المدرب يعني مفلس تكتيكيا، ما خدمش الفرقه وما يخدمش الفرقه وغتكون عام ضياع الوقت، لان المدرب يا اما غتغيروا الان عندك هامش ديال العمل، اولا غتجي من بعد توقف البطوله وتبدا وما تكونش نتيجه، وانا داك تبي تغير ويجي مدرب جديد ما غيلقاش وقت فين يخدم، يعني وتقول يا ليتني قمت بالتغيير في الوقت ديالو. تغير لا اظن الحسناوي، لان المدرب راه هو اللي كيدير التغييرات، المدرب هو اللي غادي يبدل، المدرب هو اللي غادي يدير الخطه باش يلعب. وانت تكلمتي على الحاجه اللي هي مهمه، وهو افلاس تكتيكي، عنده افلاس اللي هو تكتيكي اللي هو ضعيف بكل صراحه، ضعيف بان الضعف ديالو. ولكن انا وربما بان الضعف ديالو السي حسناوي، لان ربما المدرب ديال الفرق كما قلت سيليكسيونور كيختلف على ناخب وطني، فهو كيختلف على مدرب ديال الفرق. ربما هو ملي كيكون ناخب وطني عنده لاعبين اللي واحد المستوى اللي هو عالي كبير، ما غاديش يوريهم كيفاش يوقفوا، ما غاديش يوريهم كيفاش يبلوكوا لا بال، ما يوريش كيفاش امورتين بال، ما يوريش كيفاش ديبلاصا. ولكن بالنسبه للصعيد الفرق السي حسناوي، فبكل صراحه انا هذا الحل اللي كيتكلم عليه السي انيس محفوظ بكل الحقيقه فغادي غير يزيد المشاكل بالنسبه للرجاء، راه غيزيد غير المشاكل. هذا رايي ديالنا، وحنا ماشي حنا هذيك لا كويزين ديال الرجاء، حيت على الرجاء حتى حنا كنبغيوها كما كنبغيو الوداد، كما كنبغيو الجيش، كما كنبغيو جميع الفرق المغربيه. لان علاش؟ حيت كيبقى فينا الحال ديال الرجاء تمشي شي منافسه افريقيه ولا تمشي للوداد منافسه افريقيه، وكيخرجوا مع فرق اللي كيربحونا بعد المرتب الشمتال حسناوي.
ماشي تبع الكوره الاهلي بدليل المباراه الاخيره ديال الاهلي، بدليل المباراه الاخيره ديال الوداد والترجي، بدليل مباريات عده الحسناوي. انا اللي كنظن الحسناوي في الحل اللي هو معقول هاد المدرب جمعوا لي حوايجو صيفطوه اليوم حسناوي، واخا نكري لي طياره نصيفطوه بالليل حسناوي، نقول له جا خويا شحال كتسال ويتفاهموا معاه حسناوي يمشي بحالو. اذا هذا فيما يخص الرجاء الرياضي حسناوي. كان شي شكله ولا كنت متفاعل كاين تعليقات ديال بعض الاخوان تنحاول نتفاعل معاها تنعاود ناكد المشاهدين الاوفياء اللي معنا الان واللي تيسولوا حول مستقبل المارك في الموت كلهم معطيات اللي عندي ومن مصادر موثوقه ان انيس مازال باغي يبقى مدرب الرجاء في المرحله المقبله. عاود كلمة عاود السي حسناوي عاود الكلمه اللي قلتي لا فراس الله يخليك. المعطيات اللي عندي عطيت شي فيها مصطفى سكت عرفت مني انا خدت شي معطيات. شوف المعطيات السي مصطفى اللي عندي جديده بخصوص هذا المعطى هذا ديال مستقبل مارك فيرموتس هو انيس محفوظ مازال متشبت به كمدرب للفريق في المرحله المقبله. نعم خبر الان هذا في راديو سبور حصري الان مازال باغي للمرحله المقبله الا كان يعني شي ضغط كبير وكبير جدا يعني من المنخرطين او من اعضاء المكتب المسير وغير قناعته. اما الان وحتى بعد نهايه المقابله انيس مازال متثبت في رايه ومازال عنده الثقه في المشروع ديال مارك فيرموتس. نقطه الى سطر السي مصطفى. نعم صافي هذا اللي بالنسبه للسي حسناوي اعطانا معطى اللي كاين في البيت الرجاوي السي حسناوي. اذا نمشيو السي حسناوي نمشيو للمنتخب الوطني على ما كنظن. انا متفق هذا القضية ديال المساعد المدرب اللي تكلمنا عليها وطرحناها. انا تنشوف هذه الخطوه راه اقترحوها في الاول بعض اعضاء المكتب لما تم التعاقد مع مارك فيرموتس وقالوا الانيس قالوا لي باش يعني يشرف عليه يكون معاه مساعد رجاوي ولكن المدرب ما بغاش الاول وهذه النقطه كان على انيس انذاك يحسمها معاه منذ الوهله الاولى ماشي تجيب لا خليه يجيب الطاقم ديالو كامل يجيب الطاقم ديالو كامل وجاي يدير الزليج للدار راه المدرب راه دارو خصو يكون موجود في الفرقه يا صاحبي اسمح لي ويجيب الطاقم ديالو كامل لا راه باش يجيب معد بدني اختيارو هذا هو يعرف ولكن مساعد ولد الفرقه خصو يكون في الطاقم هذا الشيء ما ضغطوش عليه. ثانيا هذه يعني خصها تكون حتى درس السي مصطفى لباقي الانديه وحتى المسؤولين ديال الرجاء في حد ذاته مستقبلا ما نديرش مصطفى شي عقد اللي فيه شي شرط جزائي بهذا القيمه و200 مليون صاحبي جيب مورينيو جيب ما فهمتش انا كيفاش مدرب ديال معاه شرط جزائي فهمتي علاش ولكن السي حسناوي قبلنا السي راه تكم صباح القضيه بكره القدم صدقني اللي تيحمي اي مدرب في العالم هو النتائج وعلاش الشرط الجزائي ما مزيانش لان تقدر كاع انت مصطفى تجيب مدرب سيدي مخير عالمي النيت عالمي بالمعقول مدرب كبير وتجيبو للفرقه وما ينجحش وما تكونش النتائج ضروري خصو يمشي اذا علاش غندير معاك انا شرط جزائي ويعني ونورط راسي انا ما عمري امنت بدوك المشاريع يعني البعيده الامد دوك المشاريع ديال 4 سنين 3 سنين في الكونترا عامين تنامش بهم انا كره القدم الحديثه فيها عام قابليه تجديد كما داروا مع سعد الشابي تندير معاك سنه مع امكانيه تجديد عجبتيني ودرتي نتائج مرحبا عجبتيني الله يهنيك وحتى هذيك السنه تندير معاك في الكونترا باني راه الا بغيت نقي لك انا كنادي تنخلص لك شهرين كما داروا مع سعد وانتهى الكلام لان مدربين عندنا في البطوله أندية عندنا في البطولة تورطوا مع مدربين وخلصوا أتمنى خيالية خيالية جدا سي مصطفى لك الكلمة. واسي حسناوي أنا ما بقى عنديش بزاف ما نتكلم في هذا الموضوع أنا كنظن أنا عيل العقل أنا كنقول عيل العقل مادام كيبين لك المدرب واحد الإفلاس ديالو وخرجك خرجك في منافسه اللي كانت انت بين يديك كون تسجل لك هدف الدقيقه 50 امام الاهلي ولا 60 ما بقاش فيك الحال غادي يقول لك دي بانهم سجلوا بكري ضغطوا على الفرق الرجاء الرياضي هذا المدرب ما عندوش حتى الفلسفه ديال ديك الخبث بدل دير تغييرات وقتل المباراه والكاس كانت بين يديك كانت دقيقه بين يديك ومشات زائد ذلك السي حسناوي تكلمنا على المباريات الاخرى اللي تغيرات اللي هي غير مفهومه. انا بالنسبه لي المساعد
غادي تجيبو دير الرجاري مزيان تجيبو مع المدرب المساعد الحسناوي. غادي يولي مشاكل بينه وبين المدرب والناس ديال الرجاء. كنعرفوا الدراري ديال الرجاء الحسناوي غايشوف شي مسائل ما بغاش يشتغلوا مع المدرب بكل صراحه. راه كتعرف هادشي انت والناس ديالنا راه كيعرفوا هادشي. راه السي انيس محفوظ خصو يفكر واحد شويه. راه كظن بانه الحل بان غادي تجيب مساعد رجاوي غيجلس. راه بالعكس راه غادي ينوضوا مشاكل. لذا كاين انا كنعرف الدراري ديال الراجل النفس ديالهم في نيفهم راه ما غاديش يشوفوا شي مسائل كيدير هذاك المدرب ما يقبلها حتى واحد حتىو. وانت الحسناوي نديك نحطك حداه وتشي شي حوايج ما يتعجبكش هاي دايره شي تغيير يبقى تقلق تنوض بحالك. لا حنا ما نشوف على العموم هذا لا كويزين. حنا كنتكلموا حنا بحكم ديالنا حنا كندافع على جميع الفرق المغربيه وكنتكلم على الفرق جميع الفرق الوطنيه. انا بالنسبه ليا نتمنى انا فريق الرجاء الرياضي غدا نصبحوا ويقولوا بان المدرب السحتاوي مشى بحاله وفي انتظار بحث عن مدرب جديد. اما القضيه ديال الترقاع راه الترقاع هو اللي خرج علينا. واش مولاك حسناوي شي ملي كتبغي ترقع ملي كتصوب واحد كتصبغ واحد الحيط وما كتصبغوش مزيان غتقول غادي نصبغ غادي ندير عليه واحد الصباغه ورقعتي ما كيخرجش مزيان. راه هادشي اللي بالنسبه للفريق الرجاء الرياضي سي لا ميم شوز. حسناوي سعيد راه الطامه غتكون كبيره عاوتاني كثار من هادشي. حسناوي تفضل يا اخي حسناوي.